السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا متابعين الكرام، متابعين قناة التوأم فود، إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة ورشاقة وراحة بال. عملنا معطر للغسيل حلو جدا بالقشر الليمون، أو لو عندك أي ليمون بايظ باظ منك أو طري ممكن تعمليه بالطريقة دي. كوباية منه على كل غسلة، هتلمع الغسيل، هتزهزهه، هتدي ريحة حلوة جدا. حتى القشر اللي فاض منه بنحطه في صابون المواعين كده بيلمع. جربوه ان شاء الله هيعجبكم الطريقة، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. عشان هناخد قشر الليمون ده اللي بيتبقى مننا نحوشه يومين ثلاثة اسبوع على قد ما بيتبقى عندي. بس اهم حاجة نحفظه ازاي كده، بناخده نحطه كده في علبة تكون مقفولة كويس في التلاجة. ده كده بقى الاسبوع عندي اهو زي ما هو. ما بص هنفضيه كده في الحلة، هنزوده كده مية وهنسيبه يتسلق نص سلقة، يعني هنسيبه يغلي مثلا 10 دقايق وهنغطيه ونسيبه لحد ما يبرد، هيكون كمل سوا خالص. وهوريكم هنعمل ايه. بعد ما سلقته طفيت عليه وسبته لحد ما المية بردت خالص وهو متغطي. بصوا استوى حلو بقى طري. هنضربه كده في الخلاط واجيلكوا وارجع لكم تاني. ضربناه لحد ما بقى بالشكل ده وبالقوام ده، هنصفيه. هكمل انا التصفيه وارجع لكم. بس القشر ده اللي احنا هنطلعه دلوقتي هنصفيه بالطريقه دي. القشر ده اللي احنا هنطلعه دلوقتي مش هنرميه. انا هكمل بقيه الكميه بس هوريكم. بس نصفي ده حلو قوي ازاي، والقشر ده هنحطه جوه صابون المواعين اللي احنا بنغسل بيه المواعين، يعني العلبه اللي احنا بنحطها كده على الحوض فيها شويه صابون مواعين نحط فيها القشر ده، بيبقى حلو جدا. او تحطيه جوه ازازه وبتفضي في العلبه بيلمع كده المواعين ويخليها تزيق كده من كتر النظافه. هكمل انا وارجع له. صفيناه، هنفضيه في ازازه ونحط منه كوبايه على كل غسله، اللي حابب يزود يزود. دي طبعا حاجات طبيعيه ولا هتاثر على الغساله ولا هتاثر على الهدوم. معطر حلو جدا. الناس اللي بتشتكي الغسالات الفوق اوتوماتيك اللي هي ما بتنضفش حلو، ده حلو جدا بينضف. القشر ده اللي طلع تحطي في قلب ازازه صابون المواعين كده، ما تقلقيش مش هيسدها لان هو بيرق تحت، بس لازم الصابون يكون متخفف او في العلبه. عملناه سهل جدا. تاخدي منه كوبايه تحطيها على الغسيل، حلو جدا. تحطيها في الغساله بيلمع بينظف بيعمل ريحه حلوه جدا، بدل الدوني وبدل الكمفورت، بدل الحاجات دي كلها، وحاجه طبيعيه ومن غير فلوس خالص، بمكون واحد بس اللي هو قشر الليمون. او لو عندك ليمون بايظ هتحطيها، وايش حتى القشر اللي صفيناه حطيناه على صابون المواعين. فجربوه ان شاء الله هتعجبكم الطريقه، وريحه الغسيل هتخلي ريحه الشقه كلها حلوه جدا طول ما الغساله شغاله.